الحمد لله على السلامة يا سيد إسلام. الله يسلمك دكتور. طولت الغيبة، إن شاء الله كانت رحلتك موفقة. ايه نشكر الله دكتور، كانت موافقة كتير. كيف شفت البلد؟ والله يا دكتور بلادنا ما في أحسن منها، ورغم التخلف والفقر بتضل أفضل بكتير من بلاد الكفر. أوف، وليش بقى؟ يا أخي ببلادنا فيك تضرب مرتك، وفيك تحبس بنتك بالبيت، وفيك تلعن الكفار علنا بدون خجل أو خوف. ايه إذا هيك معك حق. لوين بدك وصلك سيد إسلام؟ على البيت؟ لا دكتور لا، وصلني على شي هوتيل الله يخليك. أوف، وليش ما بتروح على بيتك؟ العائلة عم تستناك. شو عرفك عم تستناني؟ مجرد توقع سيد إسلام، مجرد توقع. ليش في شي خلاف بينك وبين المدام لا سمح الله؟ لا بس بعد السفر وطول غياب ما بيسوى نقرأ على الباب على غفلة بالليل، شرعا ما بيجوز دكتور. وليش بقى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا، يعني ما يفاجئهم دكتور. عن أنس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم من غزوة قال: لا تطرق النساء، وأرسل من يؤذن الناس أنه قادم الغد. طيب فهمنا أنه الشرع بيطلب هيك، بس ممكن تقول لي ليش؟ لأنه المرأة ممكن ما تكون متحضرة ولا متزينة دكتور، فما بيسوى الرجال يفاجئها وهي بهالحالة، بعدين بيشمئز منها. ايه بس هاد مش سبب يا سيد إسلام، لأنه بإمكانها تلبس عباية على رأسها وتفتح الباب وبعدين تروح تتزين. إيه لا ما تحاول تقنعني، أكيد في سبب تاني. هات لنشوف، طلع اللي في قلبك. شو بدي أقول لك يا دكتور، بصراحة الرسول كان بيخاف إنه الواحد يفاجأ مرته بالليل ويشوف إشياء ما بتعجبه، يعني يشوف معها مثلا رجال تاني. إيه العمى. إيه والله يا دكتور، اسمع هذا الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر نزل المعرسة، يعني الهوتيل دكتور، ثم قال: لا تطرق النساء ليلا. فخرج رجلان ممن سمعا مقالته فطرقا أهلهما، فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا. إيه والله يا دكتور، ما بده يانا نطرق الباب بالليل ونفاجئ النسوان، لأنه ممكن يكون معهم رجال تاني. إيه شو اللي بيخلي الرسول يفكر بهيك أمور يا سيد إسلام؟ معقول يكون هو كمان اختبر هذا الشيء؟ اوعى تفكر بالرسول بالعاطل دكتور. إيه لا مجرد تساؤل سيد إسلام. الرسول قلبه علينا وما بده إيانا نشوف إشياء ما بتعجبنا، لأنه إذا شفنا بتحدث مصيبة ونضطر نرجم المرأة ونيتم الأولاد. عن أم عمارة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجرف وهو يقول: لا تطرق النساء بعد صلاة العشاء. قالت: فذهب رجل من الحي فطرق أهله فوجد ما يكره، وظن بزوجته أن يفارقها، وكان له منها أولاد وكان يحبها، فعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ما يكره. الله بيطلب منا التستر عن نسوان دكتور، ما بدنا فضايح ولا مصايب. ايوه لكن خلينا نروح على الهوتيل سيد إسلام. بتحب روح عند مرتك وخبرها انك جاي بكره الصبح؟ يا ريت دكتور يا ريت، وشكرا على التوصيله.